تعالوا دلوقتي ناخد اجابات الجمهور على موضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن قائمه الزمالك لمواجهه الداخليه بالدوري اليوم ودور مصطفى شلبي بعد عودته من جديد. اول حد معانا كيرو بخيت بيصبع علينا صباح الفل يا كيرو، بيقول بصراحه قايمه من العيار الثقيل، ان شاء الله نحقق الفوز ونعوض الهزيمه الغير متوقعه امام اسوان، واحنا واثقين من الفوز النهارده وان شاء الله الفوز زملكاوي. اما بالنسبه لكابتن مصطفى شلبي فليه دور كبير بعد اصابه ابراهيم نداي، وان شاء الله ناخد الثلاث نقاط ان شاء الله يا كيرو. محمد الديري بيقول قائمة الزمالك تشهد عودة مصطفى شلبي وهو لاعب مهم في الجهة اليسرى نظرا لغياب يوسف أسامة نبيه، وأيضا عودة محمد عبد الشافي فهو لاعب ذو خبرات ويمكن الاعتماد عليه في أي وقت، وإن شاء الله الزمالك يقدم مباراة تليق باسمه إن شاء الله. أمير الحريف بيصبع علينا صباح الفل يا أمير، بيقول من وجهة نظري قائمة الزمالك ممتازة وأكثر من رائعة، بإذن الله نكسب ونحقق الثلاث نقاط ولا بديل غير الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على الدوري للمرة الثالثة على التوالي، وبتمنى من جميع اللاعبين التركيز واللعب بروح وإصرار وعزيمة وقتال على الفوز في جميع المباريات من أجل إسعاد الجمهور العظيم، كمان عودة الانتصارات وتحقيق البطولات. كل سنة وأنت طيب الزمالك بمناسبة عيد ميلادك ال 112، ويا رب دايما تفرحنا طول العمر، عايش الزمالك وعايش حبه في قلوبنا.